سلسلي كسر عظم بنارم از دبينم انه او احداث يولو نزيكي واقع يمان يعني تشتي اقد هندري باجار دي شهيد بنت هندري منطقة ما دي شهيد بنجي افتشت انا ام دبينن انه شهيد بد مسلسل ده بس انه ما تخوست انه تشكي بيتر واقع ببينن اب جرائمي شهيد بن اب حوادثي شهيد بن انه دي هندري منطقة ما اب تشدر خستبانا ويباشتر بايا يعني احداث سر انه فساد يشتغل فساد انه هي عليه دولة يواند ضباط انه سر اختلاسها فرا ما فرا هي وقشت سر انه مصالحي على شخصي دمشق او مسلسل ايه انه كسر عظم سر بأساسي يشتغل اب انه قصتها مسلسل اب سر قصتها انه اختلاس ومصالحي شخصي دمشقين فيلمي باب الحارة زد نرم فيلمي باب الحارة قلكي خوشة قور عادات وتقاليدي مية وبراسيجي فيلمي باب الحارة يعني مرو يعني مرو فكرة خوفة دقارين مثلا وقت زاروك احتراما بابي خوة دقر مثلا جن احتراما ميري خوة دقر يعني فيلمي باب الحارة قلكي خوشة وحرص عليجي از بندي في فيلمي هاني ما جبر مرو بروجي ومرو وتخوازو وانسا مرو تشيبه واس فيلمي باب الحارة التابعينم وقالك افلام جيهن بس ايه باب الحارة قلكي خوش باب الحارة مسلسلة كيديها جير ديجن مع وقف التنفيس او بقع الضوها افنا باش من افنا وما متابعة واتكر وتشتي باش يعني مشاكل طرح تكرن وحلول جي جوار الدانين ونقد تكرن نقدا مثلا حكومتي يتكرن نقدا فساد يتكرن ابنا باشمون ابد خوازن صلابي باشتر بن يعني مسلسلات بين طوراندن مواكبه في واقع مينوبكن به مثلا تكافل اجتماعي شي به العالم نيزيكي هف بي تشتي اي اخلاقي اي باش طرح بكن مشاكلي يعني حلول اجوا مشاكلي وانا بتيدا ببينن كاس العظم قلت لي خوشه وقلت لي على بحسايتي وقلت لي متشوقه يعني ام لي بفرجن ام بينن واقع كي راسته وتتشتي دا لف ودورانين يعني حمسر واقع سوريا وسر ملاطي سوريا عاد خوازن صلاوري بشكرن بهتر هبه ووضعي ما بجولو بهتر خوشت ببه ومسلسلاتي ما بهتر خوشت ببن وواقع كي بي انه سر ملط انه تشكي خوش ببه از قلت لي مسلسل سوري تابعين مثلا بروكار مع وقت التنفيذ الكندوش لأم مسلسل انه واقع سوري دردخن انه اب ظلم وايش ايه وهذا سر سري بعدها لأم خازن إنه صار بصار إنه إيشابي ملتي دخني وباش كذي إن شاء الله أم أمان بقري بلدي مسؤولية. والله حاليا أنا أتابع مسلسل بروكار الجزء الثاني ومسلسل كسر العظم يعني أكثر مسلسلين شاتيني خاصة هاي الفترة. طبعا أحكي شوي عن مسلسل كسر العظم يعني عم نشوف أحداث واقعية حصلت بسوريا خلال الأزمة اللي حلت بسوريا خلال 10 سنوات. طبعا اتطرق شوي لمسلسل بروكار الجزء الثاني عن اللامس كمان عم نشوف انه الاحداث الفرنسيين ايام ما كانوا محتلين سوريا طبعا شفنا انه شوي الاحداث عم ترجع لورا عم تذكرنا بالماضي يعني المسلسل اللي حاليا متابعه بشهر رمضان هو كسر العظم وايضا باب الحاره طبعا الجزء ال 12 ان شيء اكيد المسلسلات بالوقت الحالي ما عم تلامس الحياه الطبيعيه ولكن في السابق يعني ما اخفيك المسلسلات اللي كانت في السابق كلها كانت تلامس الحياه اليوميه والله في مسلسلين طبعا لو بعد الحين مسلسل باب الحاره والله نوعا ما لامس الواقع لان طبقات في غنيه في طبقات فقيره في طبقات غنية مثلا يصير فيها مشاكل عائلية تشوفي الأب ينتقم الأخ ينتقم ابن العم ينتقم ومسلسلات الثانية مثل مسلسل باب الحارة أنا كوني شعبي أحب المسلسلات الشعبية هيك العادية والله كنت أنتظرت أشوف يعني نتيجة المسلسل أنه شيء الموجود بالمسلسل يشابه الواقع إلى حد ما شوي قارب بعضه شوي يعني والله حاليا أتابع المسلسل باب الحارة الجزء 11 والله في جزء منه يمثل الواقع ما
بقية أحداث الأفلام بعيدة عن الواقع شوي. والله القريب على البيئة الشامية أكثر شيء تلامس الواقع، أما الجديد الأفلام الجديدة بعيدة شوي عن واقعنا، نوع من الخيال. والله في أكثر من مسلسل، بس بتعرفوا يعني بظروف الكهرباء وهاي انقطاعها أكثر شيء مسلسل كسر عظم وبروكار مسلسل شامي، بس أكثر مسلسل عجبني هو كسر عظم، يلامس الواقع السوري اللي عايشينه بصراحة. هاي أكثر مسلسل اللي عجبني برمضان من كل الجهات بصراحة، جهة الفقر والعذاب اللي عايشه الشعب، ومن جهة ثانية ظلم القادة يعني الموجودين والمسؤولين من هاي الجهة. والله من خلال الإعلانات أكثر شيء جذبنا هو كسر عظم، وطلع مثل ما توقعنا. أما بروكار كمان حلو يعني، فيه أحداث حلوة جزء ثاني. عم اتابع مسلسلات سورية هذا العام، أكثر شيء عم اتابعه كسر العظم والكندوش جزء الثاني وعلى قيد الحب، هدول أكثر شيء عم اتابعه. من أكثر شيء عم تحكي المسلسلات عن ظروف المواطن السوري معيشته ظل هلا أحداث اللي عم تصير، أكثر شيء هيك يعني عم تلامس الواقع إلى حد ما. والله المسلسلات السورية دائما نتوقع منها شيء جديد وتقدم لنا أعمال هيك مفيدة وبناءة، بحيث إنه المسلسلات المنيحة مو كلها. هلا في مثلا السنة هاي أحلى مسلسل هو كسر العظم، في يجي بعده مثلا على قيد الحب، يعني في مسلسلات منيحة للمرأة. مسلسلات بيتابع كسر العظم مع قيد التنفيذ فرسان ثلاثة، يعني قريبة من الواقع بس طلعت عكس الأعلام. مسلسلات من رجائي صار يعني مسلسلة كسر العظم هي، أو مسلسلة هان إنه قلك واقع بمثلين، يعني مسلسلة هان إنه تهريب وتشتي ممنوعات وتشتي نباشن، يعني يا مسلسلي هون واقعي ما تقلك تمثليني وبعلى ميدو يجن بكل جدارة تمثليني. فأم بهذيني أنا مسلسلي باب الحارة ووفك بروكار ومزاعد شو مسلسلانا قلك كفن وقلك قالة تشتي كفن دكن فرنسي وأجنبي ومزاعد شو فانش تغاليا نا أم تخوزن أنه مسلسل شبه من قدرات هنا يعني الدعم هي عده هي، فأنت خازن تشتكي إنه واقعي ما بمثلينه، أنت خازن تشتكي إنه صار مشاكل شبابه بمشاكل ماله بمشاكل قيزو قرطه يعني مشاكل حرتشتي مروخ إنه مروخ في ذاك يجي مسلسلي بك نت ليه بنارد وقتك يفعله قلك هاري. على قيد الحب كسر عظم مع وقف التنفيذ اللي لامس أرض الواقع وكان موضوعي واقعي كان بالطرح المسلسلات هالسنة هي كسر عظم. كان أتمنى أن يكونوا موضوعية واقعية أكثر، يعني شيء إنه يحكي معاناة أكثر من هيك، حكوا المعاناة كان في بس بشكل هيك أوفر يعني مبالغ فيه. مسلسلاتي سوري بري قلكي خشبون تشتكي قلكي في دبون قلكي وانسا ويهبو يعني قبا در تكت قش البرد قوم دبيت، بس أنا مسلسلات قلكي دوري واقعي ما كتي دوري وضعي أنا أمتيد دور كتي ما تخص يعني تشتي أم دعي أم أنا أم دعيشن مش مرة بينتر درخن وواقعي ما درخن. طبعا حاليا أنا جاي أتابع مسلسلات سوريا بالشهر الفضيل هو كسر عظم وبروكار، لأنه إحنا للأمانة يعني ملينا من المسلسلات بس الشامية، فصار بتنويع من الموضوع يعني صار بي مثلا غزال اللي هو أخذ دور الشاب الديري، كسر عظم اللي هو جاي يتحدث عن واقع اللي إحنا عايشينه اللي كنا عايشينه إحنا ولامس هذا الشيء، وحاليا يعني هو جاي يحكي عن الأزمة اللي إحنا عايشين فيها هذه الظروف الصعبة. ننتظر إنه يكون بشيء جديد أكثر بشيء أفضل بشيء إنه إن شاء الله إنه إحنا ما يظل بي عنا أزمة ويبطلون إنه يظلون يحكون عن الحروب. أنا حبيت الممثل اسمه غزال، لأنه شاب من الرقة وشاب من الكويت.
مسلسلات يعني بحياته ما حد شارك مرة في مسلسل، فهو شاب جيد يعني شاهد مسلسل وممثل يعني وحتى يومين ها المسلسل هو عندنا قادمين الى اسرائيل واحتلال واحتلال وشفنا ما عليه.